الصيد إثني مدينة تعيش على وقع الأوراش المفتوحة هنا وهناك. أوراش تهم التهيئة الحضرية، تروم أيضا إضفاء جمالية خاصة على واجهات المدينة. فيها مجموعة ديال الأوراش وكمثال يعني الورش الكبير اللي غادي يكون في الميناء، يعني تخص له واحد 30 مليار، لأنه يعني اللي غيعطي واحد آفاق مستقبلية حتى من ناحية العمل وحتى من ناحية خلق فرص الشغل. مجموعة ديال الأوراش على الصعيد الإقليمي في الأخصاص في في, في سبت النابور في مجموعة ديال المناطق، والحمد لله أنه اليوم عملية سيدي إفني تتعرف نقلة نوعية. المؤشرات التي يلاحظها العام والخاص توحي بأن هناك مستقبل واعد لهذا الإقليم الفتي، من شأنه أن يضاهي مجموعة من الأقاليم على الصعيد الوطني. تم فتح أوراش لإنشاء المناطق الخضراء اللي كتساهم يعني في كيلقى الإنسان واحد الملاذ في إن المدينة معروفة بالناس يخرجوا بزاف العشية، كيلقاو بعدا واحد البلاصة فاش يمشي ويستارحوا وياخذوا وليداته. تعددت الفضاءة الخضراء وأعطت المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قيمة مضافة، مشاريع للقرب تجعل المواطن في مقدمة الاهتمامات. هذه اتفاقية الموضوعات اللي كتهم محاور أساسية كتعلق بقطاع الماء وقطاع البيئة. فيما يتعلق بقطاع الماء هناك تطهير سائل المجال القروي، هناك حماية المدينة المدن أو المراكز من الفيضانات، هناك كذلك تعبئة المياه السطحية من خلال إنجاز سدود. الأوراش المفتوحة بمدينة سيدي إفني تشمل كذلك باقي المراكز والجماعات التابعة للإقليم، وكلها تهدف الرقي بالمنطقة في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.